بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نحييكم ونجدد بكم اللقاء والتحية والترحيب مع هذه الانطلاقات المتواصلة ومع هذه التحديات المستمرة في ثالث أيامنا ضمن هذه الانطلاقات الكبيرة والمتميزة على بركة من الله تعالى. إذن ينطلق شوطنا الخامس للإبكار المفريد والمسافة هي 2 كيلومترات بداية وإياكم نسير نحو الانطلاق الأول. ولكي يرى هذه الانطلاقة من قبل سمو بشعار سعود بن محمد بن فهيد أرزق العجمي على البداية وهنالك حطابة تتقدم بشعار علي بن عبد الله بن علي آل فهيد ووصلت الآن وصلت مع بشعار عبد الله بن علي بن محمد بن قبعان على المستوى الثالث ورابعا. وصل في هذه اللحظات الحصاد مع تقدم المتحدة بشعار سليمان بن سلامة بن رويشد على المستوى الثالث ورابعا. أرى الوصول من قبل زعامة بشعار محمد بن عبد الرحمن شلوي بينما المستوى الخامس ومن الجانب الآخر وصل شعار حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي من يقدم لنا الشرود على المستوى الخامس. هذه هي النتيجة، هذه هي الأسماء المتميزة الحاضرة في هذا النداء والمتواصلة في هذا المساء مع هذه الانطلاقات الكبيرة مع الانطلاقات المتميزة. وتابع انطلاقة زعامة هنا بشعار محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحطابي على البداية وعلى الانطلاق الأول. وثانيا وصلت مع الزلام بشعار عبد الله بن علي بن محمد بن قبعان على المستوى الثاني. وثالثا بن رويشد ولكن معزة على البداية معزة على الانطلاق الأول بشعار محمد بن عبد الرحمن الحطابي على البداية وعلى الانطلاق الأول. حي الله اللي ركضه يجيك فنان اللي مكاسبها الرموز الكبيرة، حي الله اللي مفرح الكل زعلان ومخربة صفقة خشير وخشيرة. الله ما شاء الله وتبارك الرحمن، هذه هي الانطلاقة، هذه هي السرعة الخيالية والجنونية التي تتقدم مع الأمتار النهائية. لا 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 يا الحطابي، ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذه الانطلاقة المتميزة. والسلام وين سلام يا النحيرية، سلام على هذا الأداء المتميز والجميل. ثاني المراكز كان الوصول والحضور في هذه اللحظات من قبل ثاني المراكز. حضرت معزة بشعار عبد الله بن علي بن محمد بن قبعان على المستوى الثاني. ثالثا كان الوصول من قبل ربيع بن علي بن ربيع رزق العجمي مع جليلة بينما المستوى الخامس. حضور في هذه اللحظات وتواصل. إذن مشاهدين الأعزاء متابعي الأفاضل نعود وإياكم بالتوقيت الزمني ولحظة وصول زعامة إلى خط النهاية بشعار محمد بن عبد الرحمن الشلوي. توقيت الزمني 3 دقائق 8 ثواني على المستوى الأول. حضرت بهذا التوقيت الزمني. ثانيا كان الوصول معزة بشعار عبد الله بن علي بن قبعان، حضر بتوقيت وقدره 3 دقائق 11 ثانية 88 جزء من الثانية. ثالثا جليلة ربيع بن علي بن ربيع رزق العجمي 3 دقائق 11 ثانية 99 جزء من الثانية. المحروسة رابعا محمد بن علوش بن راجس الدوسري، خامسا شقرة بشعار فيصل بن حمد بن علي أربعا. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المتميز والجميل. شوطنا القادم بصوت الزميل فيصل بن شاكر الشريف.